وباء كورونا ترك تداعيات من المستحيل إحصاؤها قبل انتهاء المعركة ضده، خاصة أن شظاياه طالت مختلف مجالات الحياة. التداعيات البارزة الآن هي أعداد الضحايا والخسائر الاقتصادية وتوقف حركة الطيران، ولكن هناك تبعات أخرى تظهر تدريجيا كأثاره النفسية والاجتماعية، وكيف تحول الفيروس إلى مبرر لدى كثيرين لإطلاق عنان العدائية بدل الإنسانية والتضامن. وفي آخر الإحصاءات تقول منظمة الصحة العالمية إن البلدان في جميع أنحاء أوروبا أبلغت عن معاناة ما يصل إلى 60% من النساء التي تعانين من العنف المنزلي. وأشارت المنظمة إلى أن معدل مكالمات الاستغاثة على الخطوط الساخنة قفز بحوالي 5 مرات خلال أزمة كورونا. وتقول المنظمة دائما إن الأرقام التي تم الإبلاغ عنها لا تزال مجرد مقياس صغير للمشكلة الفعلية، لأن الأشخاص الذين يعانون من سوء المعاملة غالبا ما يرفضون الإبلاغ عنها. ولا يتوقف بطبيعة الحال العنف على النساء فقط، ولكنه يشمل الأطفال والرجال وكذلك الضعفاء. وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار عمليات الإغلاق لستة أشهر إضافية قد يضيف 31 مليون حالة إضافية من العنف على مستوى العالم. ومن هنا وحتى تضع المعركة ضد كورونا أوزارها، تنصح الجهات المعنية المواطنين في مختلف دول العالم بالتحلي بضبط النفس لتجاوز هذه الأزمة العالمية. نتحدث عن العنف اللي لربما يعني يستمر ولا يبدأ مع كورونا، مع ضيفتنا من بيروت المستشارة النفسية والاجتماعية دكتور كارين إليا. دكتور كارين، أهلا بك معنا دائما في سكاي نيوز عربية. أن نتحدث عن 60% من النساء في أوروبا يعانين من العنف، رقم يصدم كثيرا، خاصة أننا نتحدث عن يعني قارة كأوروبا. كيف يمكن أن تفسرون في علم النفس هذا الرقم العالي، ولماذا تستمر هذه النسب بالارتفاع في ظل تفشي كورونا؟ ولكن متوقعة، لأنه نتيجة الحجر المنزلي الأشخاص كتير وتحديدا يلي عندهم استعدادات نفسية للعدائية وللعنف ما بيعود عندهم قدرة على التحمل والكبت، فبتم التفريغ والتفجير لهذه العدائية، وتحديدا يلي عندهم استعدادات للاعتداء المنزلي. وبالإجمال إذا بتلاحظي نحن ما منقول بداية العنف المنزلي نتيجة كورونا، نحن منقول تزايد الأعداد. صحيح. لأنه بالإجمال الأشخاص ما بتبدأ اعتداءات منزلية بفترة كورونا، ولكن ممكن تفعلها إذا كانت هي عندها هالشخصية المستعدة والجاهزة. لكن دكتور كارين، اعذريني على المقاطعة، لكن الحجر المنزلي بالتحديد وهذه الفترة اللي عشناها خلال الأشهر الماضية، كيف يمكن أن تؤثر على سلوكيات الإنسان؟ نعم، الحجر المنزلي الفكرة أنه بيأثر بأشكال مختلفة جدا على الأشخاص، انطلاقا من قدرتهم على استيعاب الحالة والظروف اللي هن فيها، استعداداتهم النفسية، اعتيادهم على ظروف جديدة للتكيف، لأنه في كتير أشخاص عندهم صعوبات تكيف مع أي ظرف جديد، وبهالحالة حكما كورونا هي واحدة من الظروف يلي بتخلق عندهم هالقلق الزائد، الضغط النفسي الشديد، العدائية، أحيانا بيفوتوا بحالات اكتئاب وغيرها. لهالسبب ردود أو الاستجابة من قبل الأشخاص على هالحجر المنزلي منا هي ذاتها، والدليل نحن منقول ازدياد، ما منقول كل الناس تحولت إلى أشخاص عدائية وأشخاص شرسي وأشخاص مكتئبة. لهالسبب نحن منقول الأشخاص يلي اليوم بالحجر المنزلي عم بتزيد عدائيتهم هن أشخاص يمكن قبل الحجر المنزلي كمان كانوا عم يظهروا عدائية بالمنزل وعم يظهروا عنف منزلي، ولكن الظروف كانت مساعدة لأنه صحيح. الشريك أو الشريكة، يعني الشخص المعنف، هو منه حاضر 24 ساعة بالمنزل مثل اليوم.
وحكما اليوم تواجده 24 ساعة يعني نسبة إمكانيته بأذية وإزعاج الشريك بتزيد أضعاف الأيام الأخرى الثانية. طيب دكتور كريم، لا أريد أن يطول حديثنا عن الأسباب، اليوم النتائج هي أهم، لربما كثرهم الناس اللي يتابعون الليلة وهم يعانون من العنف المنزلي. ما النصائح التي نقدمها لكل شخص معنف، لكل امرأة معنفة تعاني في حجرها؟ نعم، مثل ما ذكرتي حضرتك بالمقدمة أنه في كتير أشخاص بيتعرضوا للعنف وما بيبلغوا أو بيرفضوا يبلغوا لأنه بالإجمال بيكون عندهم حالة خوف، لأنه دائما الشخص المعتدي اللي بيمارس سلطة غير مشروعة على شخص آخر هو هيدي السلطة بيستعملها للترهيب وعدم إعطاء المجال للآخر بالتفكير وغيرها، لها سبب بيخافوا أنه يبلغوا. اليوم نحن بنقول انطلاقا من كل بلد وظروف البلد المحيطه، لانه كل بلد في لها نظام امني ونظام عسكري للتبليغ عنها، في جمعيات اهليه بتهتم بهالمواضيع، ولكن من ضروري كل شخص ببلده يعرف مين الجهات المعنيه، مين الخطوط الساخنه يلي بيقدروا يتصلوا فيها وبيقدروا يستغلوا ولو لحظه غيابه لخروجه من المنزل لشراء بعض الحاجيات، يمكن وقت النوم، بأي وقت من الأوقات بيقدروا الإبلاغ. يبلغوا، ولكن صحيح. الانتباه من عدم القيام بخطوة ناقصة، لأنه إذا عملنا خطوة ما إلى استمرارية أو ما إلى مفاعيل إيجابية ممكن ترجع ترتد سلبا على الأشخاص بشكل أكبر. طيب. وبالوقت ذاته بهيدي الفترة لكن صار وقت أنه تتأمن الحماية، كتير مهم أنه الشخص اللي عم يتعرض للعنف ما يستفز المعنف الشخص الشرس بالبيت، صحيح، لأنه الاستفزاز هذه نصيحة مهمة بطبيعة الحال، ولابد أن نتذكر دائما أن الصمت عن العنف الأسري يحمي الجنات. دكتور كارين، قبل ما ينتهي وقتنا دقيقة واحدة متبقية، في الحجر المنزلي العائلة تكون مجتمعة، كل أفرادها يكونون في المنزل، ما الأثر الذي يترك العنف على أطفال الأم المعنفة؟ هذه نقطة كبيرة ولابد أن نتوقف عندها أيضا. صحيح، كمان فينا نقول هون انه وقت نحكي عن عنف منزلي، العنف في له اشكال، فيه عنف جسدي، عنف نفسي، ممكن يوصل للقتل او حتى لحالات الانتحار. لهالسبب الولد قديش عنده استعداد، قديش هو عم بيكون شاهد، قديش في حضانه من الشريك ومن الشخص الاخر، ممكن الولد تترك اثار عنده، ولكن حكما نحن بنقول انه العنف باشكاله باي وقت باي ظروف بيترك اثار عند الأشخاص، ولكن كمان بنسب متفاوتة بظروف مختلفة. الفرق هون أنه في أشخاص بيكون عندهم قدرة على الكوبينج أو التفريغ العدائية أو المشاهد السلبية يلي دخلت على جهازهم بأشياء إيجابية وبيتخلصوا وبيعملوا لها ليكيديشن، وفي بعض الأشخاص التانيين يلي ما بيعرفوا كيف يتصرفوا بالرسالة السلبية يلي بتدخل إلى داخلهم، قد يتحولوا هن ذاتهم إلى عدائيين. شكرا. بأعمار تانية، بأعمار أكبر أكيد. شكرا جزيلا للمستشارة النفسية والاجتماعية الدكتور كارين إليا، حدثتنا من بيروت.